وكما جرب أن يكتب على الحزى، تعرفون الحزى؟ نعم، قروح بثرات تظهر في القدم أو في اليد أو في الذراع، يكتب عليها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذا كتبت هذا عليها مرة أو مرتين زالت بإذن الله، تزول نهائيا. لو وضعت عليها كل دواء من الأدوية المعروفة ما نفع، لكن اكتب عليها الآية هذه تنشف تزول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلت لي أخي الحبيب هذا المقطع لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة الأبرار، ونقول أيها الكرام الفضلاء، هذا الأصل في هذه المسألة، في مسألة كتابة آيات القرآن على الجسد للتداوي من المرض أو من السحر إلى غير ذلك، هذه اختلف فيها أهل العلم، فقال بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع، واختار ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، ومنع منها شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمة الله على هذا الجميع. وهنا نذكر هذا اختصار للمسألة، والآن هذا أوان التفصيل إن شاء الله تبارك و تعالى، مع ذكر أيضا قول الشيخ العلامة الخضير والشيخ العلامة البراك الذين قالوا بالإباحة، أخذوا في ذلك ما روى عوف بن مالك ما روى مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، يعني كان عمله الرقية في الجاهلية، يعني كان يرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ يعني يا رسول الله يعني ما هو الحكم الآن بعد أن أسلمنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وفي رواية ما لم تكن شركا. فهنا وجه الدلالة هنا لمن ذهب إلى ذلك، أن في هذا ترخيص في الرقى شريطة ألا يكون فيها شرك، ألا يكون فيها شرك. ومن هنا العلامة ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية يقول: وكان الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام بن تيمية، يكتب على جبهة الراعف، يعني على جبهة الإنسان اللي بيرعف، الرعاف هو أن يسيل الدم من الأنف من الخيشوم، فكان يكتب على جبهته، وقيل: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر. قال يعني ابن مفلح: ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجهال، لأن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله عز وجل، كذا في الآداب الشرعية. وابن القيم رحمه الله رحمة واسعة يقول في زاد المعاد، يقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته، وقيل: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ، يعني فشفي بحمد الله عز وجل. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تبارك وتعالى. طيب، في المقطع الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه بالنسبة للحزى أو الحزاز، اللي هو الوجع، اللي هو زي الآن يسمون الإكزيما أو حساسية الجلد، فكان يكتب عليه فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فالكلام هنا الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله إنما هو ابتداء كان يفعله الشيخ بن تيمية، ونقله عنه ابن القيم في زاد المعاد. وأيضا كانت يكتب عند اصفرار الشمس، كتاب آخر عند اصفرار الشمس يكتب عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. ومن هنا أخذ من رأى بحل ذلك، ومنهم الشيخ بن عثيمين
وكان هذا المقطع الذي بين يدينا. وحتى لما سئل طيب كيف ندخل الحمام قال ما يضر، هذه آية وليست بقرآن، آية على عضو، مثل أحدنا يكون معك كتاب أحيانا يكون معك نقود، يقصد يعني النقود اللي مكتوب عليها بعض إيش لا تدخل بها. وسئل الشيخ العلامة الشيخ البراك في هذا أيضا، وكان السؤال يقول أنه انتشر في المنتديات مسألة كتابة بعض الآيات على جسم المريض لإخراج الجن من الجسد، قال لي أحد الرقاة اكتب على بطنك قوله تعالى اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ويستشهدون في ذلك بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستشهد البعض بقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية أنه كان يكتب على جبهته وقيل أرض ابلعي ماءك والسماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، فما حكم هذا العمل؟ نريد تفصيلا في المسألة حتى يتبصر العوام. هكذا كان السؤال. فأجاب الشيخ العلامة البراك قال الحمد لله لا أعلم في العلاج بكتابة الآيات أو الأدعية على بعض بدن المريض أصلا من فعل السلف أعني الصحابة والتابعين، ومن يفعل ذلك يعتمد على ما ذكرت عن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، ولا أذكر مستندا لهما من النقل في العلاج بهذه الطريقة، والذي يظهر أن تعويلهما على التجربة، وهذا هو النطق الصحيح، بعض الناس يقول لك التجربة أو التجارب، لا هذا لحن، الصواب بخفض الراء في الإفراد والجمع التجربة، والذي يظهر أن تعويلهما يعني شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم على التجربة، وعلم الطب أساسه التجربة، فإذا ثبت بالتجربة أن كتابة بعض الآيات تنفع في حالات فلا أعلم مانعا يمنع من كتابتها، ويشبه الرقية بالآيات التي تناسب المقام مما لم يرد تخصيصه، فمن ذلك قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلى غير ذلك. أما الرقية بالفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين فقد دلت السنة على الاستشفاء بها، وإما يدل على التوسعة في الرقية قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا إلى آخر الفتوى. هذا بالنسبة لمن رأى بماذا، لمن رأى بالجواز في ذلك. شيخنا العلامة الشيخ باز رحمه الله في سؤال في فتاوى نور على الدرب في حكم كتابة الآيات للمريض وتعليقها عليه، وكان السائل من السودان يقول أرجو توضيح هذه المشكلة، مريض يكتب له رجل صالح القرآن ليعالجه من أي مرض، هل يمكن أن يحدث العكس لو استعمل آيات القرآن في سور، أو يقول إنه لو استعمل آيات القرآن إلى آخر ما قال. فقال الشيخ رحمه الله كتابة الآيات لعلاج المريض غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع، إنما المشروع أن يقرأ عليه ينفث عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، يقرأ عليه بعض الآيات على جزء من جسده على خده على يده على رأسه يدعو له، فهذا لا بأس به. الرقية مشروعة، كونه يرقي المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله، النبي رقى ورقي عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية الشرعية كونه يدعو للمريض يقرأ عليه آيات من القرآن يدعو له بالشفاء، هذا كله مشروع كله سنة. أما أن يكتب، هذا وجه الدلالة هنا من الفتوى، أما أن يكتب له آيات تعلق برقبته أو في عضده هذا ليس من الشرع، أو يكتب له أحاديث
أو كلمات أخرى، دعوات أو إلى آخره، فقال هذا ليس من الشرع. فهذا كله هنا الشيخ يتكلم على هذه المسألة، ثم قال وختم بهذا القول فقال: وأما التعليق فلا يعلق لا قرآن ولا غيره، لا يعلق في الرقبة ولا في اليد، كل هذا ليس بعلاج وليس مشروعا بل منهي عنه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما كان في هذه المسألة أيها الكرام الفضلاء. وأيضا الشيخ الخضير في أيضا فتاوى النور على الدرب لما ذكر ما قيل من الكتابة على الجسد وغير ذلك، قال به شيخ الإسلام وابن القيم، فكأنه يرى بذلك أيضا الشيخ الخضير رحمة الله على الجميع. وإذا فمن قال بذلك فله سلف، ومن نهى عنه أيضا فله سلف في ذلك، ويبقى الأمر بالرقية بدون كتابة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. ثم بعد ذلك تكون مسألة أخرى، وهي مسألة إذا كان الكتاب يكون على الصديد إلى غير ذلك، أحيانا يكتب يكون في صديد في المكان، فلا شك أن موضوع القيح ونجاسته، فلا شك أن موضوع القيح وصيد في نجس في خلاف، واتفق الفقهاء على أن القيح إذا خرج من البدن فهو نجس. طبعا الصديد البداية في الجرح يكون الصديد، وبعدين البداية في الجرح يكون الصديد وبعدين يتحول إلى القيح. الصديد يكون ابتداء وبعدين القيح، وصده هو الماء اللي هو بيكون مختلط بدم، بعدين يغلظ ويصير قيحا. والجمهور اتفق الفقهاء أن القيح إذا خرج من بدن الإنسان فهو نجس، لأنه من الخبائث، لأنه من الخبائث. فعلى كل حال خروج من خلاف يكتفي بالرقية والقراءة على المريض، نسأل الله الجميع. وأما من أخذ بما قاله الشيخ بن عثيمين أيضا فهو له فيه سلف كقول الشيخ الإسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وفقك احفظ وارزقني برضا رب العالمين. كما تعالى صوتيا في ليلة الأربعاء لست بقينا من شعبان لعام 44 و 4300 عليه الصلاة والسلام، وخلد عام الحمد لله رب العالمين.